ومش ترينجلر لانه دخل عندي جيرك. اذا خلينا نطلع الان فاينايت جيرك ترينجلر سبيد بروفايل سبيد تايم بروفايل. هلا نبدا بنفس الطريقه، راح ناخذ جيرك، راح اخذ الجيرك احطه لفتره زمنيه معينه على جي ماكس. طبعا لاحظوا الفترة اللي بقعدها جي ماكس هي اللي بتحدد لي الاكسلريشن رح اوصله. مشينا فترة زمنية معينة من هون. هلا هون انا ما عندي ريستريكشن على التوب سبيد، رح نشوف هلا شو اثره هذا بيصير. رح اضل فترة اطول، لما بضل فترة اطول مين اللي عم بيزيد خلال الفترة هاي؟ الاكسلريشن كونستنت، هون الاكسلريشن زاد، هون ثبت الاكسلريشن مضبوط؟ لما الاكسلريشن ثابت مين اللي عم بيزيد عمال السبيد؟ بعدين ناخذ من هون هلا هيك. هاي ضعف العرض هذا. طبعا هذا الزمن بده يكون هلا نفس هذا الزمن. وهذا الارتفاع. وهذا العرض نفس هذا العرض من هون. وطبعا هذا مرسوم بشكل سيء شوي، المفروض هذا يكون ضعف هاي المسافة. هذا ماينس جي ماكس. هذا بلس جي ماكس. المفروض الارياز هاي كلها تكون متساوية عشان يرجع الاكسلريشن لزيرو. لما بهدا بوقف في النهاية لازم الاكسلريشن تكون زيرو والفيلوسيتي تكون زيرو. خلينا نعمل هلا هدول، انا عاملهم هلا بشكل بحيث لما اشوف شو بصير عندي. ايش راح يصير بالاكسلريشن هون؟ تزيد لحد ما توصل للقيمة هاي، مضبوط؟ وهذه هي اي ماكس. هلا راح تضلها الاكسلريشن كونستنت هون، مضبوط؟ هلا شو راح يصير عند النقطة هاي؟ هاي المساحة إذا مساوية لهاي المساحة شو لازم يكون في الاكسلريشن هون؟ زيرو. بس هي ما بتوقف هون، شو بتعمل هون؟ بتكمل. بكمل الآن من هون. وهاي المسافة مساحة المفروض تكون مساوية لهاي المساحة، فبرجع هون لزيرو مرة ثانية. شو اختلف هذا عن السابق؟ ما فيش عندي فترة ما بين هذول التنتين. فخلص مباشرة بس اوصل التوب سبيد ببدا بنزل مرة ثانية لأنه ما عندي ريستريكشن على التوب سبيد. لو جينا الآن رسمناها هاي راح الاقي عندي هاي تي، مضبوط؟ تي تكاملها شو راح تعطيني؟ تي سكوير في كونستنت بلس تي سكوير في كونستنت. هاي الفترة الاكسلريشن كونستنت، شو بصير بالسبيد؟ بتضلها تزيد من هون. هذا طبعا الرسم لازم يكون هذا تانجنشال، مضبوط؟ وبعدين عند النقطة هاي شو راح يصير؟ راح يصير عندي ماينس تي سكوير أو ماينس جي تي سكوير. هاي بلس جي تي سكوير. هلا عند النقطة هاي شو بصير عندي؟ بدي أكمل نفس الشيء، ماينس تي سكوير نفس، راح أكمل البارابولا راح تكمل شكلها من هون لحد ما توصل عند النقطة هاي. الأكسلريشن هون إيش؟ نيجاتيف وكونستنت، مش هيك؟ إيش راح يعمل؟ انا سميتها تراينجل تجاوزا، هي مش بالضبط تراينجل بس شكلها بيشبه التراينجل. مين الاوبتيمم؟ هذا اوبتيمم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للترابيزويدلز. اوبتيمم بنفس المعنى اللي حطيناه هون، هذا اوبتيمم بنفس المعنى اذا ما في ريستريكشن على التوب سبيد. هي الفي ماكس اللي وصلتها وهي الاي ماكس، والسلوب تبع هذا هو الاي ماكس، والسلوب تبع هذا هو جي ماكس، وهذا الاوبتيمم بروفايل. رح نطلع عليه المرة الجاي، رح ناخذ مثال عملي كيف نحسب الحسابات هاي تبعتها، وبعدين رح ناخذها على السي في لينك نشوف كيف نعملها جنريشن. بس اعملها جنريشن وين بدي ادخلها الان؟ بدخلها على على الكنترولر، او بطرحها اول شيء من السيت فاليو من الاكتوال فاليو.